حضرتك كده جرب يا دكتور. نعم عليه الصلاة والسلام. غريبة ان هو كان معتاد يعني المرة اللي فاتت ان انت الكل كان لازم بيدخل. تخليني هوست الاول. لا انا كنت فاتحها فيه ان اي حد يقدر يعمل شير زي ما حصل المرة اللي فاتت. حضرتك دخل يعني انت بس الباركود. تعالى جنب اسمي وخليني هوست وانا اوكي اتفضل يا دكتور، حضرتك معاك الهوست. زي ما سبق ممكن. وبدأنا إن ندوة شهر يوليو من جروب آثار وحضارة مصرية عن الثورات المصرية عبر العصور. المحاضرة في هذه المرة سوف يبدأها الأستاذ الدكتور أحمد غباشي، أستاذ تاريخ مصر الحديث والمعاصر المساعد بجامعة هليوبوليس، عن الظواهر الثورية نموذج الثورة العربية وثورة 1919. ستتوالى المحاضرات في الشهر لتغطية كافة الثورات المصرية عبر العصور منذ العصور القديمة والوسطى والحديثة. أيضا فرقنا في المداخلة أو في التسمية ما بين ثورة، هوجة، انتفاضة إلى آخره. تلك المصطلحات سائدة بين المتخصصين وسوف يوضحها الأستاذ في محاضرتي في النموذجان المعروضان في النموذجين المعروضين. أيضا سيحاضرنا لاحقا في أيام لاحقة الأستاذ الدكتور عبد الحميد عزب، الأستاذ المساعد مروة سليمان، والأستاذ الدكتور طارق منصور، ولفيف من الأساتذة والباحثين الآخرين في الفترات المختلفة. اتفضل يا دكتور. مساء الخير، وانا يعني هحاول بقدر الامكان يعني ما اطولش كتير بحيث ان انا اسمع المداخلات والاسئله اكتر، ده افضل بتهيألي. يعني موضوعنا النهارده زي ما دكتور باسم قدم عن الظواهر الثوريه في العصر الحديث. لو ممكن فول سكرين يا دكتور، نعم فول سكرين للباوربوينت لو ممكن. باسم بيعمل لقاءات. نعم يا دكتور، سامع دكتور باسم. فول سكرين لو سمحت، والجميع يغلق المايكات ما عدا الاستاذ. صوت حضرتك مش واصلني، انا سامح خالص. فول سكرين يا دكتور. فول سكرين. شكرا. يعني كده كويس. تمام يا دكتور، اتفضل. فالنهارده انا اخترت بعض الظواهر المشتركه ما بين الثورتين نقدر نتكلم عنها، وبعدين في اخر سلايد هتكلم عن ظاهره فريده في كل ثوره من الثورات. في البدايه زي ما الدكتور باسم قال لنا ايه مفهوم الثوره وايه الهوجه، خاصه ان عرابي دايما هوجه عرابي مش ثوره عرابي. هي مفهوم الثوره باختصار هي لها مفاهيم متعدده، ولكن المغزى من الثوره هو القدره على احداث تغيير، اراده الشعب لاحداث تغيير قد يقوم الشعب بنفسه او من خلال احد ادواته زي القوات المسلحه. ولكن علشان اقدر اقول ثوره لابد ان يكون الشعب قاسم مشترك، طرف اساسي في هذا الموضوع، هو اللي بيكسب صفه الثوريه من عدمها، لان زي ما عارفين الشعب هو اللي معاه الشرعيه، هو اللي بيدي الشرعيه. الهوجه شيء مختلف، الثوره بتبقى منظمه طبعا، لها اسباب ولها مبادئ وقايمه على اسس، اما الهوجه ده بيبقى شيء عشوائي غير منظم، بتقتلع كل حاجه زي ما بيقول ايه الرياح الهوجاء، فبتقتلع الاخضر واليابس، انما الثوره دايما بتقتلع الشيء الفاسد وبتسيب الصالح عشان يبقى بيز او اساس بتبني عليه. ده الفرق ما بين الثوره والهوجه. يعني علشان كده ما نقدرش نقول على ثوره عرابي ان هي هوجه، لا، لان كان لها اهداف محدده منذ البدايه طبعا. اول ظاهره هتكلم عنها من الظواهر القياده الثوريه في الثورتين. النهارده عشان يبقى في ثوره مكتمله، وخلي بالنا من كلمه مكتمله ديت، لازم بتمر بعده مراحل. اولا توفر الاسباب، واسباب الثورات في الغالب بتكون اسباب متراكمه مش وليده الاحداث. تاني حاجه تكوين القياده. تالت حاجه التحرك الايجابي. بعد كده القدره على احداث تغيير. لغايه العنصر الثالث او ما احدثتش تغيير نقدر نقول ثوره ولكنها غير مكتمله، عشان تبقى ثوره مكتمله الاركان لازم تحدث تغيير. لو بصينا على عنصر القياده الثوريه في الثورتين، اولا الثوره العربيه بالتحديد كانت مرحله لتطور القياده الثوريه في مصر في العصر الحديث، لان بدايه تكون النخبه الوطنيه او القياده الثوريه المصريه كانت مع الحمله الفرنسيه ودور علماء الازهر. انما هنا في الثوره العربيه بنلاقي قياده او ظاهره جديده من نوع جديد، كانت قياده ذات جناحان، جناح عسكري متمثل في عرابي والضباط اللي كانوا معاه،
وجناح مدني من علماء الازهر، بس اللي هم احتكوا بالثقافه الغربيه زي عبد الله نديم ومحمد عبده وغيرهم من تلاميذ الشيخ جمال الدين الافغاني. بدات الثوره العرابيه، الشراره الاولى كان من خلال 3 ضباط، احمد عرابي وعلي فهمي وعبد العال حلمي. يبقى اذا ده تطور في القياده الثوريه. ما بص على القياده الثوريه في ثوره 19 بنسميها حاجه اسمها الاختمار الوطني، الشعب كله اختمر في بوتقه واحده، ثورة كان قائدها الشعب، الفلاح والعامل والموظف والمحامي، ولكن كان السمة الجديدة المميزة هي طبقة الانتليجنتسيا أو طلبة المثقفون من طلاب الجامعة، وده كان أول نتيجة لنشأة الجامعة الأهلية سنة 1908، عشان كده ثورة 19 بتعرف بثورة الأفندية. برضو زي ما كانت ثورة عرابي الشرارة الأولى من 3 أشخاص، برضو ثورة 19 كانت الشرارة الأولى من 3 أشخاص، سعد زغلول وعلي شعراوي وعبد العزيز فهمي، والقصة الشهيرة لما راحوا للمندوب السامي البريطاني عشان يسمح لهم بالسفر لعرض قضية مصر في فرساي، وطلب منهم انتم مين عشان تمثلوا الشعب المصري، فبدأت ايه قصة التوكيلات أو فكرة التوكيلات. يبقى ده بالنسبة للقيادة الثورية كظاهرة أولى. تاني حاجة المطالب الثورية، برضو بنلاحظ تطور المطالب الثورية. ما قبل ثورة عرابي كان أقصى الأماني هو العدل والشورى والرفق بالرعية وتخفيف الضرائب، ده كان أقصى مطالب بنسمع عنها فيما قبل، دون النظر إلى ما تتطلبه المصلحة العليا للدولة. ما فيش حاجة مصلحة الدولة فين؟ النهاردة في ثورة عرابي لأول مرة بنسمع بعض العبارات أو بعض المطالب، عزل رياض باشا، تشكيل مجلس نواب، زيادة عدد الجيش، إذا مطالب تانية خالص مختلفة عن المطالب اللي كانت بتلقى على مسامعنا قبل كده، وده اللي حصل زي ما احنا عارفين في مظاهرة 9 سبتمبر اللي البعض بيشكك في حدوثها من عدمه، ولكن طبعا من خلال الوثائق الأجنبية ووثائق القناصل لا حدثت هذه المظاهرة. ولما الخديوي بيقول لعرابي أن هذه المطالب اللي أنت طالبها دي مطالب مدنية وأنت رجل عسكري، قال له لست أقف وأنا عسكري الصفة، أنا نائب هذه الأمة الواقفة. وهنا بدأت العلاقة بين الجيش والشعب. ثورة 19 لما بص على المطالب، إنهاء الحماية البريطانية، الجلاء، حق مصر في تقرير المصير، إذا تطور آخر في المطالب الثورية، ودي كانت الظاهرة الثانية. لو بصينا على ظاهرة مهمة جدا كانت الوحدة الوطنية والخطاب الديني، وكان ده ظاهر في الثورتين، ويمكن اخترت العنوان ده عجبني قوي، القساوسة من فوق منبر الأزهر والمشايخ من أمام مذابح الكنائس، تبادل الخطابة في دور العبادة بين المسلمين والمسيحيين، كانت سمة مميزة في ثورة عرابي وثورة 19. لو بصينا على الثورة العرابية هنلاقي مثلا الشيخ محمد عبده، عبد الله النديم. طيب احنا قرينا كتير في كتب التاريخ ان عبد الله نديم هو خطيب الثوره العرابيه، صح كده؟ طيب ما حدش ذكر ان كان في راجل اسمه مرقص نبيه. مرقص نبيه كان خطيبا اخرا للثوره العرابيه، وما تقدرش تقول مين المسلم ومين المسيحي، لان كانت اللغه واحده والخطاب واحد والشعار واحد، هو مصر للمصريين زي ما احنا شايفين. قدامنا ده البابا كرولوس الخامس، هو كان الاب الروحي للثوره، كان هو اب الروحي لثوره عرابي، وكان عرابي كتب في مذكراته ان هو كان دائم الذهاب الى البطريركيه وطلب الدعاء من البابا. ويمكن كان اول بيان صدر بعد دخول الانجليز اسكندريه كان بيان البطريركيه المصريه اللي نددت بالاحتلال البريطاني واستنكرت العدوان الانجليزي الذي خرج عن تعاليم المسيحيه السامحه، في الوقت اللي الخديوي بيعزل عرابي وبيطالب الناس بعدم الالتفاف حوالين عرابي. لو بصينا على لغه الخطاب، طبعا بالاضافه الى مساهمه اعيان الاقباط زي ميخائيل اثناسيوس وحنا اثناسيوس، والوثائق بتذكر لنا كتير، ورفلة خزام واقلاديوس عبد النور ويوسف عبد العال وغيرهم من اعيان الاقباط اللي ساهموا ودعموا للثوره العربيه، ايضا عوام الاقباط تدرس شنودة المقبادي، ده كان معاون وبرات النيل في اسيوط، وازاي كان بيشتغل اطارات لنقل الجنود والمؤن. لو بصينا على الخطاب الديني في الثوره العربيه هنلاقي ان اللغه كانت لغه بتدعو للوحده، سواء محمد عبده لما قال لنا ان الاختلاف الديني في مصر لم يحدث شقاقا وطنيا في اي مرحله من المراحل، فالمسيحيه ديانه وليست عداوه. عبد الله النديم لما لقى ان المساله هو القضاء على الحركه الوطنيه،
قال لابد من سد الاذان عن سماع الاصوات التي تحرك النفوس وتصدم القلوب، وقال فليعد المسلم منكم الى المسلم وليعزم الاسلام الى المسيحي واليهودي ليكون المجموع رجل واحد يسعى خلف شيء واحد هو مصر المصريين. اذا كانت دي اللغه الموجوده او ده لغه الخطاب اللي كانت موجوده. لو بصينا على ثوره 19 رغم ما كان يسبق ثوره 19 من فتنه طائفيه لم تشهدها مصر بفعل فاعل وهو الاحتلال الانجليزي سواء من خلال الصحافه سواء من خلال تشويه الحركه الوطنيه بقياده مصطفى كامل سواء من استخدام بعض الخونه زي اخنوخ فانوس رئيس الطائفه الانجيليه واستغلاله لخدمه الاحتلال، سواء ايضا من توظيف بعض الحوادث السياسيه لاغراض طائفيه زي حادثه اغتيال بطرس جالي سنه 1910. اذا كان هناك فتنه وكان هناك تفرقه او سياسه فرق تسود اللي اتبعها الانجليز. ازاي تحولت لوحده في ثوره 19؟ قصه كبيره بنفس الادوات، اللغه اتغيرت، النهارده لما سينود حنا الاول اشتراك الاقباط، انا مش هتكلم عن مشاركه الاقباط عشان في زميل هيتكلم عنها في المحاضره، ولكن خلينا نبص على ان اصبح الوفد المصري اللي راح يعرض قضيه مصر فيه ثلاثه من الاقباط، جورج خياط وسينود حنا وواصف بطرس غالي، سينود حنا اللي كان احد دعاه الانقلاب والانفصال النهارده بيتكلم عن الوطنيه ديننا والاستقلال حياتنا، يعني هو بدا بيتكلم. اذا لنتعلم من درس ده اللي احنا لما بنتوحد على هدف واحد صعب الايه؟ صعب التفرقه. مكرم عليه لان الراجل ده يعني قصه لوحده، وهو ده طبعا القائل الاصلي لعباره مصر ليس وطنا في بل وطن يعيش فينا، اللهم يا رب المسلمين والنصارى اجعلنا نحن المسلمون لك وللوطن انصارا واجعلنا نصارى لك وللوطن مسلمين. ولكن يظل المشهد الرائع، المشهد الرائع لثوره 19 او زي ما بنقول عليه الماستر سين بتاع ثوره 19، هذا قدامنا القمص سيرجيوس عبد الملك. هذا الرجل الذي ظهر هذا المشهد في فيلم بين القصرين، القس الذي اعتلى منبر الازهر، وده كان حقيقه دامغه ما كانش من سياق الدراما فحسب، لا القمص سيرجيوس عبد الملاك اللي وقف وقال اذا كان بقاء الانجليز في مصر بحجه حمايه الاقباط فليموت الاقباط ويحيا المسلمون، واذا كان جلاء الانجليز يتطلب التضحيه بمليون قبط لو ضعف في يد المسلمين للقضاء على الأقباط، وعاش الهلال مع الصليب بفضل دعوة سيرجيوس، تحيا البلاد وشعبها، يحيا المشايخ والقصوص. إذن عاش الهلال مع الصليب كان شعار ثورة 19. مشاركة المرأة دي أحد الظواهر المهمة وكانت ظاهرة في الثورة العربية أو في ثورة 19، دعم أميرات القصر الخديوي، إن أميرات القصر الخديوي كانوا كلهن ضد توفيق عدا أم توفيق وزوجته طبعا، بنات الأسر الكبيرة كانت بتقوم بجمع التبرعات وشراء أدوات الجراحة والضمادات وإرسالها إلى الجيش على الجبهة، حتى عوام النساء، وبتذكر لنا الوثائق الرسمية أن أحد الخادمات والعاملات في القصر وكانت تدعى عيشة الكدية، وعيشة الكدية دي كانت مسؤولة عن تبخير ملابس الخديوي وقراءة التمام والتعويذ، قالت له لابد من العمل على المصلحة الوطنية، فكان جزاءها النفي إلى جنب. إذن المرأة كانت ممثلة في الثورة العربية، أيضا دورها واضح وجلي في ثورة 19، ويمكن طبعا مظاهرة النساء الشهيرة بقيادة هدى شعراوي في 16 هو ما زال العيد المرأة المصرية أو يوم المرأة المصرية، 300 سيدة مصرية بيخرجوا شايلين أعلام مصر وبينادوا بإنهاء الحماية والإفراج عن سعد واللي معاه، وبيكتبوا بيان إلى معتمدي الدول الأجنبية في منتهى الرقي والحضارة بيعكس مدى تطور الفكر طبعا، وده كان بدأ قبله دعوة قاسم أمين ويتأثر به كثير من النساء فضلا عن الصالونات الثقافية اللي كانت موجودة في مصر. هذه المظاهرة طبعا أسفرت عن أول شهيدة مصرية السيدة حميدة خليل، وبعد كده تبعها الكثير من الشهيدات زي شفيقة محمد وفهيمة رياض ونعيمة عبد الحميد وسيدة حسن وغيرهن. يعني برضو من الحاجات المميزة للثورة 19 اجتماع الكاتدرائية المرقسية في 13 ديسمبر 1919، اجتمعت السيدات في هذا اليوم ليعبرن عن رأيهم في اعتراض على وزارة يوسف وهبة باشا ومقاطعة لجنة ميلنر و اعتراض على نفي الزعماء والاعتراض على المعاملة التي عملت بها الأمة المصرية خلال فترة الثورة، وفي هذا اليوم تم انتخاب هدى شعراوي رئيسا للجنة المركزية لسيدات الوفد. بعد 4 سنين من ثورة 19 وفي نفس اليوم 16 مارس سنة 23 بيتم تأسيس الاتحاد النسائي بقيادة طبعا هدى شعراوي، وطبعا ثورة 19 كانت بداية بدأت مصر تجني
الكثير من المزايا للمرأة المصرية، وبدأ يظهر الأحزاب النسائية زي الحزب النسائي بقيادة فاطمة نعمت راشد، واللي بعد كده اتحاد بنت النيل الدكتورة دورية شفيق، وأصبح المرأة من حقها أن تحق بالجامعة سنة 29. آخر ظاهرة معايا، ودي الظواهر المميزة في الثورة العربية، كانت ظاهرة جديدة، وهي مشاركة أهالي سيناء في أحداث الثورة، مشاركة أهالي سيناء في أحداث الثورة، ويمكن بتحفظ لنا الوثائق الرسمية العديد من الإسهامات من أهالي سيناء، ويمكن المحافظ العريش وكان اسمه السيد بيك محمد، وبدأ يعمل دعاية للثورة بيحث الناس الموظفين والعربان والمثقفون على مناصرة ومؤازرة الثورة. كما تحفظ لنا برضو الوثائق اسم أحد المشايخ وبيسمى يوسف شرابة، وكان أحد الأئمة، وكان بيدعو الناس إلى مناصرة الثورة من خلال المنبر، وكان جزاؤه اللي هو أن تم نفيه خارج البلاد لمدة 3 سنوات. من القضايا الهامة اللي بتحفظها برضو الأوراق الرسمية قضية البطيخ، ودي بترجع تاريخها إلى 18 أغسطس 1882. أهالي سيناء جمعوا 10,000 بطيخة وأرسلوهم للجيش على الجبهة، فضلا عن تبرعهم بالجمال لنقل المؤن والذخائر، والضرب على أيدي الجواسيس سواء من العربان أو من الأجانب اللي بيعملوا في العريش، فقطعوا سيل من المعلومات كان يصل إلى الإنجليز. ولم يتوقف الأمر عند هذا، حسب أن عربان سيناء شاركوا في المعارك ضد الإنجليز، وبتذكر لنا الوثائق مشاركة عربان الطرابين بقيادة شيخ العرب جمعة علام في مهاجمة مجموعة من الجنود الإنجليز من 40 واحد بالقرب من عجرود عند السويس. الظاهرة الثانية المميزة لثورة 19، الفن ودوره في ثورة 19. الفن قوة ناعمة مهمة جدا. ثورة 19 استطاعت أن تفجر كل الطاقات الإبداعية والفنية، سواء المسرح، ويمكن المسرح كان كتيبة بتؤازر وتناصر الثورة من خلال جميع الفنانين، ويمكن كان كازينو نزهة النفوس اللي كانت بتمتلكه سلطنة الطرب منيرة المهدية، كان بيقدم فيه الأغاني الوطنية لشحذ الهمم ومناصرة الثورة. الثلاثي سيد درويش وبديع خيري ونجيب الريحاني قدموا العديد من الأعمال والمسرحيات اللي بتناصر الثورة وبتظهر عداء للانجليز. يمكن كان اشهر المسرحيات اللي قدمها نجيب الريحاني في التوقيت دوت مسرحيه اسمها ايش، وكانت بتتماشى مع فكر سعد زغلول في هذه المرحله عند تكوين الوفد على اساس من المصريين بعيدا عن اي اعتبارات دينيه، وهنا زي ما احنا شايفين ازاي بوظف الفن لخدمه القضيه الفنيه. المصريين طبعا في مصريين اذكياء جدا وعندهم روح السنس اوف هيومر، يعني اما الانجليز طلعوا قرار بمنع ذكر اسم سعد زغلول، بدل المصريين بيلجاوا الى التوريه والى المناوره، فتلاقي مثلا سيد درويش بيعمل يا بلح زغلول يا حلوه يا بلح، يعني هو بص يعني كده مصرنا سعدنا وطننا. منيره المهديه تقول طار الحمام حط الحمام من مصر السعيده لما السودان زغلول وقلبي ملي اندهله لما احتاج اليه، يعني ازاي اللي هم قدروا يعملوا نوع من انواع التوريه ويتحايلوا على هذا القرار. فزي ما بقول لكم الفن فعلا قوه ناعمه بتدعم اي ثوره. حاجه غريبه جدا يعني يمكن انا قريتها، المونولوجيست الثائر حسن فايق، الراجل اللي احنا الضحكه الشهيره بتاعته ده كان اسمه المونولوجيست الثائر، كان بيخرج بملابس الفن بتاعته، ملابس التمثيل بتاعته هو والفرقه بتاعته في المظاهرات، وبيلقي المونولوجات علشان يدعم الناس ويحسهم على الثوره. بالمناسبه حسن فايق هو اول من قدم عمل فني عن الوحده الوطنيه باسم مسرحيه اسمها محمد وحنا، ده رد على محاولات الانجليز لترسيخ الفتنه الطائفيه. فن التشكيلي كان له دور كبير جدا، مختار وتمثال نهضه مصر، محمود سعيد ومحمد ناجي وروحته الشهيره موكب ايزيس، واخيرا الغنى والشعر طبعا بديع خير قوم يا مصري، بيرم التونسي انا المصري كريم العنصرين، الشيخ يونس القاضي اللي هو مؤلف النشيد الوطني بلادي بلادي ازاي ثوره 19، دي كانت ظاهره مهمه جدا الفن ودوره في ثوره 19. اخيرا طبعا النتائج، ثوره العربيه انتهت باحتلال طبعا، ثورة 19 ما حققتش الهدف الأساسي اللي هو إنهاء الحماية، لكن هناك بعض المكاسب طبعا زي تصريح 28 فبراير، زي بعد كده دستور 23، زي أول وزارة على فكرة في تاريخ مصر، يمكن الوزارة الوحيدة اللي ما كررش تاني اللي كان بيطلق عليها وزارة الشعب سنة 1924.
زي ما احنا شايفين ان اثناء الثوره العربيه كان الحاكم الكديوي محمد توفيق، ان اثناء ثوره 19 كان السلطان احمد فؤاد طبعا قبل التحول للنظام الملكي. العلم كان واحد، العلم كان واحد في الثورتين، اللي هو علم الخديوي اسماعيل، العلم الاحمر اللي فيه ثلاث اهله تكتنف ثلاث نجمات في اشاره الى الاقاليم الثلاثه اللي كانت تشملها الخديويه المصريه، مصر والنوبه والسودان. اخيرا هوريكم صوره ودي منتشره جدا على الفيسبوك، فيها خطأ فني رهيب جدا، ان العلم اللي موجود ده هو ده علم محمد علي، وده تم الانتهاء او وقف العمل به سنه 1867 يعني قبل الثوره العربيه، ولكن اعيد استخدامه مره ثانيه سنه 1882. فربما الفنان اللي رسم الصوره رسمها بعد الاحتلال 1882، ولكن في كلتا الحالتين هو خطأ فني، ولكن وجب التنميه يعني، لان الصوره دي منتشره على الفيسبوك وعلى الانترنت. أنا بشكر حضراتكم، ويعني أنا كده في عجالة، وأتمنى بقى سماع الأسئلة إن شاء الله. شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور أحمد غباشي على عرضه السريع والمكثف جدا والسري جدا اللي طاف بينا ما بين ثورتين، وكل ثورة بملامحها الخاصة. ويسمح لي يا حضرته إنه رغم إنه باءت الثورة العربية بالاحتلال الإنجليزي، ولكن رسخت في وجدان الشعب المصري روح الثورة، واللي هيعمل عليها مفكري العصر، هيعمل مفكر العصر على تدعيم الثورة والاستقلال والعمل عليها في مراحل مختلفة. وطبعا الأسماء والأعلام عديدة جدا. دلوقتي المجال مفتوح للسادة الحضور لأي تساؤل أو استفسار من الأستاذ الدكتور، تفضل. سادة الحضور، في أي حد عنده استفسار؟ هل أي حد من حضراتكم عنده استفسار أو تساؤل؟ لو حد بيواجه أي صعوبة ممكن يسأل في الشات. أنا حابب إنه لغاية ما البعض يسأل ممكن نعرض لبعض الأمور الهامة جدا اللي خاصة بالثورتين دول. عندنا من أحد أعلام الحركة القومية في مصر عبد الرحمن الرفعي، وله عدة كتب ومؤلفات أشهرها فيما يخص الموضوع الثورة العربية والاحتلال الإنجليزي من جزء واحد، وثورة سنة 1919 تاريخ مصر القومي من 1914 إلى سنة 1921 صدر فيه جزئين. كل الأعمال دي متاحة بأسعار زهيدة جدا ضمن سلسلة الأعمال الفكرية في الهيئة المصرية العامة للكتاب. أيضا لدينا كان قديما صدر في سلسلة أعلام العرب عدد عن أحمد عرابي لدكتور حسين فوزي النجار، والعدد دون أيضا إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب وسعره زهيد. لو حبينا نتكلم عن بعض الملامح الخاصة بدور الصحافة المصرية في تدعيم الوطنية والمشاركة فيما يخص الأحداث الهامة ومن ضمنها الثورات، ففي في مجلة الهلال صدر مقالة عن كتاب لمؤرخ إنجليزي من عنوانه من فرعون إلى فاروق، والمؤرخ الإنجليزي اسمه إتش وود جيفز، اتناول في نهاية كتابه أمرين يعنون في الندوة دي، وهي ثورة 1919 وأيضا الثورة العربية في 1881. أيضا الدكتور جمال الدين الشيال مع محمد سعيد العريان كتبوا في عمل قديم جدا قصة الكفاح بين العرب والاستعمار، والكتاب أساسا فقط هو على الكفاح في مصر رغم أن عنوانه العرب، في فصل كامل عن الثورة العربية وتوابعها وكيف تكونت حركة وطنية عقب الثورة العربية، وأيضا
ثورة 1919. لو جينا للدراسات الحديثة والمتخصصة نوعا ما، أستاذي رحمه الله دكتور عبد الخالق لاشين كان أستاذ التاريخ الحديث في كلية الأداب جامعة عين شمس، عمل عدة أعمال في رسالتي الماجستير والدكتوراه عن سعد زغلول، إحداها كان المنشور دوره في السياسة المصرية حتى 1914، والكتاب الآخر عن سعد زغلول ودوره في الحركة الوطنية ما بعد هذا وثورة 19 بدر. العملين دول متاحين وصدروا في الهيئة المصرية العامة للكتاب، وأيضا الأسعار زهيدة جدا جدا. لو حبينا نتكلم من الإصدارات الأخرى للدكتور محمد حافظ دياب من سلسلة اللي بيصدرها دار الشروق، سلسلة التاريخ الجانب الآخر، إعادة قراءة للتاريخ المصري. هذا الكتاب بيتناول موضوع مهم جدا، انتفاضات أم ثورات في تاريخ مصر الحديث، قدمته الأستاذة الدكتورة لطيفة محمد سالم، وتناول تحديدا في الفصلين الرابع والخامس الثورتين الموضوع النهاردة، وأيضا مواضيع أخرى ثورات سابقة ولاحقة على تلك الثورتين، ويسمى 1880 باسم الجهادية والوطنيين، ده عنوان من العناوين المميزة. وسمى الفصل الخامس ثورة كل المصريين، وهو يعني ثورة 19 في هذا، لأنه خلفيته من الأنثروبولوجي. دكتور رمزي ميخائيل أيضا في الهيئة المصرية العامة للكتاب أصدر كتاب بعنوان الصحافة المصرية وثورة 1919. أخيرا الهيئة المصرية العامة للكتاب في سلسلة العلوم الاجتماعية تحت تأملات في ثورات مصر أصدرت عدة أجزاء، الجزء الثالث منها معني بثورة 1919، تأملات في ثورة 1919. حبيت أعرض بعض العناوين اللي بتلقي نظرة على تاريخنا وحضارتنا، لأنه للأسف البعض بيلجأ إلى معلومات سريعة دون التعمق، وأحياناً بيكون مدفوع ببعض المتألمين مما أصابهم في التغير الاجتماعي والحراك اللي بيحصل عقب الثورات. هل أي حد عنده في أستاذة عبير رفع عديها، اتفضلي المايك معاكي. السلام عليكم. اولا اهلا وسهلا بحضور، واهلا وسهلا بدكتور احمد. انا سؤالي عن مشاركه اهالي سينا في الثوره العربيه، انا دي ما فهمتهاش، دي نقطه. ثانيه نقطه اللي هي اول شهيده اللي هي اسمها حميده خليل في سعد زغلول، في ثوره سعد زغلول، هل هي من المدرسه الثانيه ولا كانت طالبه في الجامعه ولا كانت ايه؟ تمام. اول سؤال بتاع مشاركه سينا ماله، انا ما فهمتوش يعني. هو باختصار ان اهالي سيناء رغم ان هم جغرافيا كانوا بمعزل عن وادي النيل، قناه السويس فصلها عن وادي النيل، الا ان هم ما كانوش بعيد عن الاحداث. فمن دلعت الثوره بدا هناك تأييد رسمي من خلال محافظ العريش، وكان اسمه السيد بيك محمد، بدأ ان هو يدعم الناس ويحس الناس على مناصرة ومؤازرة الثورة، لدرجة ان بدأ ان هم يجمعوا البطيخ ويبعتوا له الجنود على الجبهة، الجمال اللي الجيش كان محتاجها علشان ينقل المؤن والذخيرة عليها، لدرجة ان هم اهالي سينا كمان شاركوا في المعارك ضد الانجليز، زي ما ذكرت لحضرتك المعركة اللي قامت في عجرود قرب السويس. السؤال الثاني بتاع اول شهيده كانت السيده حميده خليل، لا ما كانتش في الجامعه، لان كان ما كانش لسه المصريين البنات التحقوا بالجامعه، كان اول التحاق للبنات في الجامعه سنه 1929، وما عنديش معلومه اذا كانت هي كانت من طالبات مدرسه الثانيه ولا لا، بس لا اعتقد طبعا يعني، لان كان سنها كبير. طبعا حميده خليل اتعمل عليها اغنيه تأليف بديع خيري وتلحين صدر بنت مصر الأصيلة أو بنت مصر البنت المصرية الأصيلة، دي كانت قصيدة أو أغنية عملت من بديع خيري ولحنها سيد درويش. شكرا حضرتك. أي تساؤل عند السادة الحضور؟ احنا بنرحب بالأستاذة الدكتورة نجلاء حمدي، وكان معنا من وقت قريب الدكتور عبد الرحمن علي من آثار القاهرة. في أي تساؤل؟ تفضل. يا دكتور شكرا جزيلا، تشرفت بالحضور وبسماع المحاضرة القيمة بتاع الدكتور أحمد، شكرا. شرفتينا ونورتينا. العفو يا فندم.
يبدو انه من كثرة وضوح المحاضرة يا دكتور، حضرتك كنت عرض اكثر من رائع، سريع ومكثف، غطى بينا وطاف في الثورتين. دائما مشرفنا يا رب، وحضرتك تلقي العديد من الاضواء على تاريخنا الحديث والمحاضر في محاضرات قادمة باذن الله. يسعدني ان ارجع اذكر حضراتكم انه الشهر دون مخصص للثورات المصرية عبر العصور. قريبا جدا هيحاضرنا الاستاذ الدكتور عبد الحميد عزب عن موضوع عنوانه ملاحظات على الثورة الاجتماعية الاولى في مصر القديمة. ايضا الدكتور مروة سليمان من جامعة المنصورة ستحاضرنا عن ثورات نهاية عصر الدولة الحديثة وبداية عصر الانتقال الثالث، اسبابها، دلالاتها، احداثها ونتائجها. عودة الى دور الاقباط في ثورة 1919 سيحاضرنا ايضا الدكتور رياض فارس. اخر محاضرتين دول هيكونوا يوم الجمعة 30/7، 8 مساء للدكتورة مروة و9 مساء للدكتور رياض. ميعاد المحاضرة بتاع دكتور عبد الحميد عزب لم يحدد لها يوم بعد، ولكن عندنا يوم الاثنين 26/7 الأستاذ الباحث خلف شحاتة سيحاضرنا عن ثورات الأقباط في عصر الخلافة الأموية. يوم الأربعاء 28/7 هيكون عندنا محاضرتين، الأولى للباحث عماد حرز من المينيا سيحاضرنا عن ثورات البشموريين في مصر في العصرين الأموي والعباسي، وبالتركيز أكثر على العصر العباسي، إذ سيسبقه الباحث خلف شحاتة في ما يخص العصر الأموي. يوم الأربعاء الساعة 8 أي بعد انتهاء المحاضرة الأولى واستراحة لمدة ثلث ساعة، سوف نعود مرة أخرى لموضوع ثورات الأقباط في العصر العباسي الأول، هل هي وطنية أم تمرد، للباحث ميلاد نبيل من جامعة الإسكندرية. تشرفت بحضور حضراتكم، كنت أتمنى يكون في أي تساؤلات أو مداخلات أكثر لتسري هذه الندوة. ولكن أخيرا لمن يريد أن يتعمق، هناك سلسلة تاريخ المصريين وفي أحد إصداراتها عنوان اسمه دار المندوب.